انتي غسلتي ايدك قبل ما تاكلي الشيبسي ده؟ لا ليه؟ طب على الاقل اغسلي ايدك بعد ما اكلتي الشيبسي بدل ما تمسحي في الهدوم كده. سيبتي كبري دماغك، يعني ما غسلتهاش قبله هغسلها بعده؟ هو انتي مش دكتوره وعارفه اهميه انك تغسلي ايدك؟ ايوه ما انا غسلتها الصبح، انا مش معفنه يعني. بس ده مش كفايه، لازم تغسليها اكتر من مره على مدار اليوم، ما هي ايدك بتتوسخ تاني. انتي اتجننتي كده؟ ايدي تقشف، وانت عارفه ان تعرض الايد كتير للميه والصابون بيخلي الايد تقشف. لا ازاي، سيبي ايدك متوسخه وعليها بكتيريا عشان ما تقشفش. يا ستي استخدمي صابون مناسب وهي مش هتقشف. مش مقتنعه، ولو فرضت ان انا غسلتها كتير مش كده البكتيريا الكومنسلز اللي على ايدي هتموت؟ انت المفروض دكتوره وعارفه كده غلط برضه. مين اللي قال لك المعلومه دي؟ الصابون بيقتل البكتيريا المرضيه فقط. استني بقى، اوعي تكوني ما بتغسليش ايدك في العياده ما بين كل عيان والتاني كمان. لا انت عارف، لا طبعا انت عارفه بيدخل لي كام عيان في اليوم، لو قمت اغسل ايدي ما بين كل عيان والتاني كده مش هخلص، وهي بلبس جوانتي في الفحص، ايه لازمه بقى غسيل الايد؟ يعني انت مش عارفه انك بتصرفك ده ممكن تنقلي عدوى من عيان للتاني؟ لا وممكن تساعدي نفسك انت كمان، وبعدين ما جوانتي ممكن يتقطع مني، يبقى ايه الحل دلوقتي؟ يا ستي صلي على النبي، احنا كده كده شغالين طول عمرنا وما نكبريش الموضوع ده. انت ايه عرفك بقى ان الحاله اللي جايه لك في العياده السبب فيها اصلا ما كانش دكتور اهمل وما غسلش ايده؟ طب ما كل الدكاتره الكبار بيعملوا كده، بيغسلوا ما بيغسلوش ايديهم، كلنا ماشيين بستر ربنا يا ستي. مش معنى ان كل الناس بتعمل كده ان احنا نقلدهم ونعمل زيهم. ماشي، الناس دي ممكن بس ما عندهاش وعي. يعني هي جت على دي؟ مفيش حاجه بتتعمل في المستشفى صح اساسا، ولا حتى التعقيم للعمليات. ده مش معناه ان احنا نقلدهم واحنا اصلا عارفين ان ده غلط. اهو يا ستي غسلت ايدي، ارتحتي؟ لا، ديت مش الطريقه الصح لغسيل الايدين، كده ايدك لسه مش نظيفه وعليها بكتيريا كتير في مناطق كتير. لا هي كده وكبري دماغي، عيبك كده ايه؟ مناديل فرملت في ايدي، اوف، عشان كده مش بحب اغسل ايدي كتير. لا، لازم تغسلي ايدك كتير وتتعلمي الطريقه الصح لغسيل الايدين. انت لحوقه قوي بموضوع غسيل الايد ده كده ليه؟ انا واحده بخاف على نفسي وعلى عيالي وعلى العيانين بتوعي، من مسؤوليتي كدكتوره ان زي ما بعالج العيان من مرض عنده احميه من مرض ممكن يجيله بسببي. يا ستي انت فاكره ان العيانين اللي بيجوا لنا دول هتفرق معاهم؟ هم اصلا على قد حالهم، وتلاقي الوسط اللي هم عايشين فيه كله تلوث، هتفرق في ايه بقى؟ هم ما عندهمش الوعي ولا العلم ان هم يحموا نفسهم من العدوى، لكن انا عندي، وده يخليني مسؤوله احميهم واعمل لهم توعيه كمان. هم لاقيين الاكل ياكلوا لما هيشتروا صابون؟ يبقى انا لازم افهمهم ان غسيل الايدين والصابون في نفس اهميه الاكل والشرب. بلاش دي، افرضي ان انا عندي حساسيه من الصابون. استخدمي صابون مخصوص للي عندهم حساسيه، كل مشكله وليها حل. طب انا ساعات اجي اغسل ايدي الاقي الميه مقطوعه او ما الاقيش صابون. حطي هاند جل في جيبك عشان المواقف اللي زي دي، ما تتلككيش بقى. خلاص يا ستي انا فهمت، هبقى اغسل ايدي ما بين العيانين. لا مش ما بين العيانين بس، في خمس مواقف لازم تغسلي فيهم ايديكي، قبل ما تتعاملي مع المريض وبعد ما تتعاملي مع المريض ولو لمستي اي حاجه تخص المريض ولو لمستي حاجه من سوائل المريض او شكيتي انك لمستي حاجه من سوائل المريض، واخر حاجه قبل الاجراءات التدخليه زي انك تركبي كانولا او تسحب عين الدم، حاجات دي. طيب ماشي ماشي عرفت. مفيش فايده. دكتوره نوران لو سمحت، دكتوره نوران هبيع التمريض بتاعي يغسل. انا بيع التمريض يغسلوا ايديهم بعد ما يتعاملوا مع المريضه بتاعتك عشان عندها جرف. جرف؟